خبر انفجار مرفأ بيروت بالأمس شغل الصحافة والسوشيال ميديا وتسبب بأضرار كتير كبيرة وتسبب بوقوع قتلى وألاف الجرحى وبدمار كبير بأنحاء مختلفة في بيروت. أكيد معظم المشاهير اللبنانيين من ضمنها الناس اللي تضررت، والنجمة الوحيدة اللي انصابت كانت نادين نسيب نجيم اللي حالياً بمستشفى المشرق بالطابق الخامس، وترندينج زارها بالمستشفى حصرياً، والتقى شقيقها شادي نجيم للاطمئنان على صحتها، خاصة إنها خضعت لعملية جراحية استمرت لحوالي 6 ساعات. بس فوتوها بيّن إنه في كتير جروحة يعني عندها بكذا مطرح بجسمها، برقبتها، بشوي بوجهها، طبعا نعمل اللازم واتطمنا. وجه سليم، ايه ما في اي تشوهات؟ لا بالوضع الحالي في طبعا جروحات الازاز وهيك، بس كلهم نعملهم لازم وما في شيء ابدا خطير وكل شيء قابل انه يتزبط طبيعي. شو قالكم الحكيم؟ قد ايه بدكم تبقوا هون بالمستشفى؟ اي متى ظاهرين؟ صراحه نحن بنفضل انه قد ما فينا ترتاح هلا وما ما ما تظهر. So we are extending our stay. ومن بعد ما كانت غايبة نادين عن السمع والسوشيال ميديا ليلة الانفجار، نشرت بوست اليوم شرحت فيه تفاصيل اللي صار معها، فقالت: بشكر ربي اولا رجع خلقني واعطاني عمر جديد. الانفجار كان قريب والمنظر مش مثل الحكي، فعلا اللي بيفوت على البيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شيء مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين. الحمد لله الف مرة اعطاني القوة، انزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي. وهالأذى اللي تعرضت له نادين كان بسبب جلوسها بجانب الشباك عم بتتابع التلفزيون. أنا هلأ وصلت عند نادين على البيت، هيدا حالة البيت عند نادين، كله مكسر، ما في عنده شي، حطام. ما رح فرجيكم كتير الديتيلز لأنه شيء مرعب. أما دليدا عياش زوجة رامي عياش اللي كانت موجودة بمنطقة الأشرفية اللي بتبعد أميال قليلة عن موقع الانفجار، اتعرضت لجروح في جسدها، ومن بعد ما اتطمن رامي عليها شكر كل اللي سألوا على دليدا وكتب: جروحها توزعت بين جبينها وأنفها وإيدها وإجريها، ولكن الحمد لله على كل شيء. مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية الجروح. والإعلامي محمد قيس اللي كان متواجد بمقر عمله بمكتب أغاني أغاني اتعرض لجروح نقلها لمتابعينه، لكن الصدمة اللي على وجهه كانت أكبر من جروحه. كل نحن كتير منيح الحمد لله، قطعت على خير، جرح بسيط. أما الأضرار المادية لباقي الفنانين كانت خسارة كبيرة لهم، فمنزل راغب علامة بوسط بيروت تدمر بشكل كتير كبير، فأزاز البيت كله صار بالأرض، ونفس الضرر المادي تعرض له منزل هيفاء وهبي القريب على المرفأ والمطل على الواجهة البحرية. أما إليسا عبرت عن غضبها باللي صار ببلدها وشعبها بالرغم إنه منزلها تدمر، فغردت: محروق قلبي من جوا ومقهورة على بلدي من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وإن شاء الله ما يكون في شهداء وكل الجرحى بيتعافوا يا رب، بيتي تكسر كله بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان. وأبواب بيت دانيالا رحمة كلها صارت بالأرض وهي عبرت عن حزنها، ومنزل إليسا عب كمان تعرض لضرر كبير من الخارج والداخل. أما الضرر الأكبر كان بمبنى زهير مراد المواجه للمرفأ وبيبعد عنه أمتار قليلة جدا، واللي ما بيعرفوه الكتار إنه زهير بيته بنفس المبنى على الطابق الأخير. والحزن خيم على كل الفنانين من جميع أنحاء العالم، فمش بس الفنانين اللبنانيين عبروا عن غضبهم وحزنهم على السوشيال ميديا، كمان نجوم الوطن العربي والعالم، ومن بينهم أحلام اللي كانت عم تطمن على كل الفنانين اللبنانيين، ونفس الشيء أنغام اللي حطت العلم اللبناني وكتبت: يا رب احفظ لبنان الحبيبة وأهلها. وصبا مبارك طالبت متابعينها اللي بلبنان بالتوجه للمستشفيات والتبرع بالدم، ونفس الشيء النجوم العالميين مثل بيلا حديد وكايلي جينر ومالوما ونايومي كامبل اللي استرجعت ذكرياتها بلبنان.